السلام عليكم، انا الام من احد المترشحات بكالوريا. المهم هذا العام صراحة الله صعبوا عليهم بزاف، والوقت ما كاينش، الوقت غير كافي، ويعني عشنا معاهم ستريس بزاف صراحة الله. العيال كيجيو كيبكي، ويعني في حاله يرثى لها، صعب عليهم بزاف، وكيجيو الحرصة مشدده، وبحالي داخلي بحالي لما جين للحبس، ماشي ما جين زعما يدوزوا بكالوريا، بالعكس خص يطلعوهم المعنويات، والاساتذه يدخلوا بوجه بشوش، ماشي كيدخلوا بحالي داخلين المحبسيه، ماشي تلاميذ. يعني كاين شي اساتذه الله يهديهم، التلميذ مجرد كيشوف داك الاستاذ داخل يعني بحال الا شي بوليسي جاي يداه للحبس. بالعكس هادشي خصو يكونوا معاهم، ماشي حنا ماشي زعما نقول لهم يخشوا ولا شي حاجه، غير الوجه الباشوش يعني يعطيهم يطلعوهم المعنويات ديالهم. والوقت ما كافيش، يعني بالنسبه للرياضيات جوج سوايع غير كافيه، والاسئله صعابين. المهم هذا العام صعبوا عليهم بزاف، وهذا ما عندي ما نقول.